ورجعنا لكم تاني، وزي ما قلت لكم في البدايه فقرتنا النهارده هتكون عن الميك اب وعن حاجه انتوا بجد بتطلبوها مني بقالكم كتير جدا، وهي الكونتورنج. النهارده هنتكلم عن الكونتورنج، هنتكلم عن ايه كونتورنج، هنتكلم بيتعمل ازاي، هل ليه مستحضرات خاصه، نقدر نصلح بيه عيوب ايه في البشره، نقدر نبرز بيه ايه. ضيفتي النهارده هي خبيره الميك اب دينا عادل. مساء الخير يا دينا ومنوراني، ومعانا مودل مريم. صح، مساء الخير يا مريم. دينا، البنات عارفه كل شويه بيطلع موضه كده دلوقتي، موضه الكونتورنج، اكيد انت عارفه القصه دي. البنات كلها، والفكره ان بعد ساعات لما الكونتورنج يتعمل غلط بالذات عند المناخير تحس مناخير معوجه. صح، اوكي. فاحنا بس عايزين نفهم الناس الاول يعني ايه كونتورنج. تمام، هما مش خطين كده وخطين كده وبس، لا، الكونتور هو ببساطه هو انت بتعملي خداع بصري للناس. اوكي الغامق هو بيبقى لون غامق ولون فاتح على الوش زي ما بتشوفوا الخطوط دي، اللون الغامق ده اللي هو الكونتور، اللون الفاتح الهايلايت. اوكي الكونتور بتحطيه على الاماكن اللي عايزه تداريها، والهايلايت بتحطيه على الاماكن اللي عايزه تبينيها. بس اكيد بدراسه شويه. بدراسه، ما يعني هم مش خطين كده وخطين كده، لا هم يعني حاجات بسيطه كده هنتكلم عليها واحنا شغالين. طيب، هيبقى افضل. ديني قبل ما تشتغلي، بس هل الكونتورنج اساسي؟ يعني لازم كل الناس تعمل كونتورنج ولا بس حد عنده يدي فوق يا محاسن؟ ما ينفعش يعني مبدئيا الصبح وانت نازله في النور الطبيعي تحطي كونتور، وما ينفعش، اهم قاعده في الكونتور ان هو يبقى شيمري، ما يبقاش بيلمع خالص وما يبقاش جاي على لون اورنج. لان يعني الظل الطبيعي اللي ربنا بيعمله لنا بيبقى بني جراي. لازم لما تشتري كونتور تجيبيه ما فيهوش اي شيمرز، ما فيهوش اي لون على اورنج، يبقى بني على جراي. والناس مش كلها محتاجه كونتور، هو بيبقى تظبيطات بس لو عندك مناسبه، عندك تصوير، عندك فرح. لا يعني قصدي هل في وشوش مش محتاجه كونتور؟ يعني ما فيش حاجه اسمها ان دي حاجه اساسيه في الميك اب، انت هعمل لك كونتور؟ لا، يعني هعمل كونتور موجود زمان. ما كانش موجود زمان. طيب، سؤال بقى اخير وهخليكي تشتغلي. هل الكونتورنج ده برودكتس معينه، ولا هل انا ممكن اعمله بكريم اساس غامق، ببلاش غامق؟ بالظبط كده، انت ممكن تعمليه بكريم اساس غامق، ممكن كونسيلر غامق قوي، ما توقفيش نفسك. يعني ممكن اي حاجه، لو باودر على بني فاتح شويه ممكن، لو ما عندكيش تحطيه. يعني ممكن باودر، ممكن كونسيلر، ممكن فاونديشن. بالظبط، انا بصي ممكن بلاش حاجه تعطلنا، بلاش غامق بس ما فيهوش شيمر، وبرده يبقى جاي على بني مش على اورنج، ما فيهوش لمع. تمام. طيب، احنا عايزين بقى نبدا، مع ان انا مش شايفه ان هي محتاجه اي حاجه خالص بصراحه. ابتدينا جزء كبير عشان التايم معانا، فانا حطيت اوريدي الفاونديشن، بس برضو التريك عشان تحطي الكونتور ويدمج معاكي لازم الفاونديشن يبقى شويه طري، فانا بما اني حطاه من بدري شويه فهعيد عليه بسرعه كده. اوكي دينا، احنا قبل الكونتور بنحط كريم الاساس. بنحط طبعا البرايمر اللي هو بنهيئ البشره، برايمر، وبعد كده كريم الاساس. وبعد كده كريم الاساس. اوكي بس انا بطريه بس كده عشان يتدمج معايا بسهوله. فقصدك ان انا دلوقتي لو هعمل كونتورنج لازم اخلي كريم الاساس ما ينشفش على جلدي قوي؟ على وشك. تمام، عشان تعرفي تدمجي، يعني لو هو نشف مش هتعرفي تدمجي البرودكت معاكي. اوكي، اهم بقى حاجه هنقولها، هما تلات عيوب في الوشوش المصريه كلها، اللي هو لو وش طويل قوي وعايزه يعني ادي كسره للوش الطويل ده، هنتخيل ان وش مريم مش محتاج حاجه، يعني اموره ما شاء الله، هنتخيل ان هو وش طويل، فانا عايزه اقسمه ادي خداع بصري ان وش ده قصر. أوكي. اولا بتبداي الكونتور من عند نص الودان كده. اوكي، وهتعملي كانك بتعملي هوك كده. اوكي، كده احنا ادينا خداع بصري ان الوش اتقسم نصين. قصدك طويل واحده يعني وشي انا مثلا طويل ينفع معايا حاجه زي كده؟ والحركه دي كمان تعمل خدود جميله جدا، يعني انا كده كاني عملت لها خدين. اضحكي يا مريم، بصي لما تيجي تضحك انت كانك عملتي خدين. اوكي طب دينا عايزه اقول لك حاجه، كملي انت. أوكي. كملي. طب دينا دلوقتي انت بتقولي ان ده هو لو وش طويل، طب افرض وش طويل ورفيع زي دينا، ما انا لما بعمل كده بحس ان انا وشي مثلا ايه دخل لجوه اكتر. لا، دخل لجوه لو انت نزلتيها على تحت الحركه اللي كله بيعملها، فانت بوظتي وشك. أوكي. انت عملتي الهوك ده، عملتي خدين، رفعتي الخدين، فالغلطه ان احنا بنقوم نازلين كده، لكن لازم نعمل هوك ده للوش الرفيع. بصوا بقى تركه بسرعه للوش التخين ده، اكتر عيب في الوش المصري، بتنزلي بيها على هنا على تحت كده، الحركه دي بتخسس الوش التخين. لا بالراحه بقى عشان الناس اكيد مركزه معاك. بجد ده هو للوش الرفيع، ده للوش الرفيع اللي عايز يعمل خدود او الطويل. أوكي؟ او الطويل ماشي، وما تنزليش بالكونتور قوي توقعي الخد. أوكي. لو وشك تخين هتنتجي كده وتنزلي بدي هنا، ده بيدي طول بيدي رفع فظيع. أوكي؟ هي بقى قاعده انت عايزه تغمقي اللي انت مش عايزاه يبان. عندنا هنا جبين نصغره. أوكي. سنه. أوكي. عندنا هنا الجزء ده عايزه تصغريه سنه برضو، صغريه لو حد دقنه بارزه لبره يعني.
عايزه تصغريها. بعد ساعات كان بيبقى الفك هنا عريض، ممكن نحط بالظبط. بصي بقى طبعا من جمال يعني اي بنت ان هي عايزه اللي هو الجزء ده اللي هو الجو لاين يبان. فبتعملي كونتور تحت منه. اوكي. برضو من القاعده بتاعت الكونتور، لو غمقتي على الحاجه داريتيها، لو غمقتي تحتيها بينتيها بارستيها. تمام. وهي بقى برضو قاعده 1 2 3 يعني ثلاثة. بس مش بالشرط يا دينا ان انا لازم كل ده يتعمل. لا طبعا مش لازم كل ده يتعمل، هي ممكن تعمل الحركه دي بس تبين تبين خدها وخلاص. تمام. دي القاعده بتاعت الوش. وانت مستخدمه كريم اساس غامق عادي؟ كريم خالص. اساس غامق مش اسمها برودكت لل خالص عشان يندمج معانا بسرعه. بصوا بقى الحركه بتاعت المناخير برده هم مش خطين وبس، لا الحركه عشان تعملي رفعه المناخير دي تيجي من هنا. اوكي. وتغمقي. اوكي. كده انا رفعت مناخيري كاني عامله لها عمليه تجميل، واهم حاجه ان الخطين البني دول يبقوا قريبين جدا من بعض. طبعا في مناخير بتبقى طويله ورفيعه، فما تطوليش الخط، تطوليها اكتر. لا يعني ممكن تبداي من هنا بس كده. طب معلش يا دينا عشان الناس تفهم اللي انت عملتيه ده، ايه العيب اللي بيبقى في المناخير عشان اعمل ده؟ يعني لو عندك مثلا الجزء ده تخين، انا غمقت اهو الجزئين دول، هي أوكي. مثلا مريم عندها دي اتخن شويه من الباقي، فانا عايزه ادي افكت ان مناخيرها صغيره جدا، فقمت عامله الخطين دول وقربتهم من بعض جدا، والحركه دي بترفع المناخير قوي. طب سؤال تاني يا دينا. طيب. لو في ناس بيبقى الحتت دي تخينه، تقومي جايه مغمقه من عندها. طيب هنا سؤال، لازم اعمل حاجه واحده ولا ممكن اعمل كل حاجه؟ لا عشان لا حاجه واحده مش لازم كله. لا ما اقصدش يا دينا، انا قصدي دلوقتي انت غمقتي هنا. تمام. لو انا جيت غمقت هنا كمان، ما الايفكت كله هيروح؟ ما كله هيبقى غالي. لا لو المناخير كبيره، لو غمقتي اللي كتير قوي، لا الايفكت مش هيروح. المهم اكتب انا عايزه الناس تشوف ايه. لو واحده مناخيرها كبير، انا عايزه الناس تشوف ده بس، وده فعلا اللي انا هعمله. الميك اب مش بيعمل عمليه تجميل، هو بيخلي الناس يشوفوا اللي هو احنا عايزين يشوفوه. طب سؤال بس عشان انا اتلخبط، يعني انا لو دلوقتي عندي مناخير عريضه من هنا، تمام، وما عندي وهنا هو برده عندي مشاكل، اقدر اعمل كل الانف؟ كل الانف هتعمليها. اوكي. لكن لو هي طويله قوي ما تطوليش الخط، تبداي بس الجزء ده. أوكي. وتغمقي دول. أوكي. وتفتحي لي بس الحته دي، الناس هتشوف الحته دي بس. نفتحه بايه؟ هتفتحيها بكونسيلر فاتح، هتفتحيها بهايلايتر، بيبقى فيه هايلايتر كريمي وهايلايتر هايلايتر ممكن حاجات بيبقى برودكتس كده يعني. أوكي. مش بدون ذكر اسامي، يعني مثلا في باليتات كده اوكي بتبقى فيها الوان فاتحه والوان غامقه. أوكي. وطبعا بقى الكوركتور اللي هنتكلم عليه دلوقتي، ان انت بتعملي تصحيح للبشره. اوكي. في باليتات بيجي فيها اخضر واحمر وحاجات كتيره كده، انا مثلا تحت العين عشان اداري الهالات السوداء دي بحط اللون الاحمر. بصي فوق كلنا كمصريين او شرقيين من السهر تحت عينينا بيبوظ، فنداري الكلام ده ازاي؟ باللون اللي على محمر او على اللي هو البيتش شويه الخوخي. ده ايه؟ اي شادو؟ لا ده زي كونسيلر كوركتور. اللي انت كنت لسه ماسكاه. تمام. ده بيبقى كوركتور، بيبقى عندنا هنا مطرح يعني كعرب بيبقى في الاماكن دي بيبقى فيها اسمها تصبغات. اوكي. واللون بنكسرها باللون الاحمر. بنكسرها باللون الاحمر. أوكي. اللون الاخضر ده للحبوب، هي ما عندهاش حبوب فمش هتطلع. طب هاتي ده عشان المغرب بيقول لي. بصوا يا جماعه، هي دي الباليت بتاع الكوركتورز، بيبقى فيه منها الوان كتيره زي ما قالت، الاخضر للحبوب، المحمر للحاجات التصبغات والهالات. اوكي. تمام. بعد كده بتعملي بقى الكونسيلر. بحط الكونسيلر. الكونسيلر تحطيه كانك بتعملي مثلث. اوكي. اوكي. ليه مثلث؟ مثلث عشان تاخدي كل المنطقة دي، طبعا احنا عاملين لها خد فمش عايزين نضيع اللي احنا عاملينه. رجعي شعرك بس سنة ورا. ليه مثلث بتقولي؟ سوري. بصي تيجي من جنب ده، يعني المساحة دي كلها لما تبقى فاتحة عند أي ست بتبقى تحفة طبعا. اوكي. اوكي. فجينا كده عملنا المثلث ده. اوكي. والجزء بتاع المناخير ده في ناس كانت بتغمق الكونتور لغاية الآخر. لا ده غلط، أنت لما تفتحي هنا قد إيه بيحلي. اوكي. اوكي. عايزه ترفعي ضحكتك ممكن تعملي الحركه دي. اوكي. طب سؤال يا دينا كده، وانت بتشتغلي زي ما انت بتقولي مثلا الكونتورنج ما ينفعش يتعمل الصبح، بيبقى تو ماتش. طبعا. هل الكونتورنج وقت ما بيبقى عندنا تصوير ممكن نبرزه اكتر او نتقل ايدنا اكتر من طبعًا. الحياه العاديه؟ طبعا، لان الكاميرا، انا مثلا لو هنتكلم على البرايدز مثلا، عرايس بيبقى تصوير طول الوقت، ف محتاجه ان انا اتقل لها،
انت ممكن تعملي الكونتور ما تبدايهوش بالكريمي كده، انت ممكن تبدايه بالباودرز، كونتور باودرز زي ما هنشوف هنعيد عليه. لكن لو تصوير او عروسه او الكلام ده لا، لازم الكريمي تشتغلي بيه طبعا، لانه بيدي اللوك اقوى. فما ينفعش واحده نازله كليه او واحده كل يوم في شغلها تعمل كل الخطوات دي، لا ممكن تعمل الخطوه اللي هنعملها بعد دي. لا انا ما فهمتيش سؤالي قوي. انا قصدي ان طبعا اكيد واحده نازله الجامعه تقعد تعمل كده، هي تتاخر تقعد. لا انا قصدي ان التصوير فيكي، ان انت لو واحده عندها ديفوهات جامده قوي، فشايفيكي ان ايدك تتقل قوي وتداري لها كل حاجه غير الحياه العاديه. طبعا ممكن يبان اكتر في الحياه العاديه عشان الكاميرا، على اساس ان الكاميرا والاضاءه بتمتص لك شويه نسبه. طبعا بنزود أوكي. كتير في التصوير. طب دلوقتي بقى هتدمجي كل ده على بعض ازاي وما يتلخبطش؟ بصي، بندمج الفاتح الاول. اوكي، يعني قاعده انك تدمجي الفاتح الاول. اوكي. هل لازم يعني السبونج بتاعتك مش الناس عارفينها قوي، هل في سبونجز معينه ولا اي سبونج عند اي حد؟ اكيد في طبعا الحاجات اللي اكيد بنجيبها من بره بدون ذكر اسامي برده بتبقى احلى، بس اهم حاجه اي سبونج هتمسكيها لازم تبقى منديه، يعني أوكي. لازم تبقي بلاها عشان ما تمتصش البرودكت اللي انت شغاله اوكي بيه. تمام. طب سؤال تاني، الهايلايترز زي اللي انت حطيتيه على الانف، هل بنحطه في اي حته تانية في الوجه عشان نبرزها اكتر؟ اي مكان عندك عايزه تبينيه او عايزه تخليه حلو، يعني مش شايفه انا فتحت لها الخطين اللي عند فوق الشفايف دول بيبقوا حلوين لو بانوا، عملت لها هنا عشان عايزه ارفع البق كده وابينه، اوكي؟ عندي مكان حلو عايزه ابينه افتحه. هي قاعده بس ملهاش رولز كتيره قوي. فتحي اللي عايزاه يبان وغمقي اللي مش عايزاه يبان، انا عايزه الحته دي الناس تشوفها. طب هل ممكن يعني. انت طبعا بروفيشنال، هل ممكن لو واحده بعد ما تخلص خالص البيس كول هل ممكن بهايلايتر تعمل الموضوع ده؟ بهايلايتر باودر يمكن يكون اسهل طبعاً. على الناس من ما انا بصي بقى الخطوه اللي بعد كده. طيب احنا هنروح بس الفاصل وهسمع اجابتك بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع دينا عادل خبيره الميك اب. دينا عملتي ايه لياسمين؟ ياسمين صح؟ مريم سوري. عملنا بلند للكونتور، انا عاده بحب احركه كده بالبراش كده سريعا أوكي. وبقوم عايده عليه كده تاني. اوكي خلاص، ده مجناه وده مجنى الكونسيلر. اهم حاجه في الكونسيلر بصي فوق، بعد ما تدمجيه لازم بلوز باودر تقومي حاطه على طول بعد ما تدمجي الكونسيلر، عشان ما تجيش تقول لك ليه انا تحت عيني بيخطط او ليه ما بيثبتش والكلام ده. وعلى الباقي ما بتحطيش باودر يا دينا؟ بنحط باودر طبعا، اي حاجه كريمي لازم تحطي بعديها باودر عشان الميك اب يثبت. اوكي هنحط لوس باودر كده برده بس لونها شويه اغمق. الثانيه دي بتبقى اسمها ترانسلوسنت، اللي هي بيبقى لون شفاف، بتبقى مش بتبان، ملهاش لون يعني. اوكي بس تديها عشان نثبت بيها الميك اب. طب وليه ما بتحطيش على بقيه البشره برضو ترانسلوسنت؟ ليه مدي لها ضي لون؟ يعني طبعا كافكت افضل انك تحطي حاجه اقوى وفيها لون. تحت العين بيبقى ترانسلوسنت لان تحت العين بيبقى ضعيف قوي، مش مستحمل بالظبط برودكت ثقيله ولا كومباكت ولا اي لون، فبيبقى كفايه عليه قوي اللي احنا عملناه ده. تمام حطينا. دلوقتي هنعمل ايه؟ القاعده ان احنا اي حاجه كريمي لازم نحط عليها باودر. ده انا حطيت الكونتور الكريمي، هرجع اعيد عليه بكونتور باودر. اوكي عشان نفس يعني يظهروا أكتر. اوكي تبيني اللي انت عملتيه اكتر. اوكي تمام. فالغامق في الغامق والفاتح في الفاتح، كله لازم يبقى أوكي. على بني شويه جراي. اوكي طب وانت بعد كده بترجعي تحطي فوق الكونتورنج ده البلاش بتاعك؟ فوق منه برضه حواريكي في السريع كده ايه اللي بيتحط ازاي، بيبقى درجه افتح اغمق بيبقى ايه يا دينا؟ البلاش زي ما تحبي، في ناس بتحبه على بينك، في ناس بتحبه لا على يعني برونز. انت دلوقتي عملتي كونتورنج ملوش علاقه الكونتور لا ملوش علاقه، في ناس بتحب حسب ذوقك بقى. ما فيش اغمق افتح اللي انا عايزاه. اللي انت عايزاه طبعا. الخطين بنرجع نعيد عليهم تاني زي ما انتم شايفين، بيبان بقى كانك عملتي عمليه لمناخيرك يعني تدمجيهم على قد ما تقدري. أوكي. والتركه بقى انك لما تفتحي جنبين الخط دول
تفتحيهم بلون فاتح اللي هو الهايلايت الباودر زي ما قلنا. اوكي. بيبان قوي ان مناخيرك صغيره. واللي انت اللي انت ماسكاه ده ايه يا دي فرشه لا 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 الباليت دي ايه؟ دي كونتور. كونتور. باليت كونتور وهايلايت، فيها الوان غامقه للكونتور والالوان الفاتحه للهايلايت. اوكي. اوكي. دلوقتي هنرجع نحط البلاشر. اوكي. بصوا بقى بنحطه سنه فوق ال فوق الكونتور. فوق الكونتور. اوكي. 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 تمام. وندمجهم في بعض ولا مش جامد قوي؟ لا مش جامد قوي. مش جامد قوي فوقي بس ما تضيعش الايفكت. وطبعا احلى حاجه اللي طالعه موضه جدا جدا طبعا الهايلايتر اللي هو بيلمع شويه اللي هو الشيمر بيبقى فوقيهم كلهم على العظمه دي عشان تظهريها. تظهريها. اوكي. تمام. ممكن نحط الهايلايتر ده في حته تانية في الوش لو حابين على اماكن. بصوا بقى ما ينفعش نحطه تحت لا على العظمتين دول وعلى هنا التب. ايوه. أوكي. عشان تبيني بقى الحركه بتاعت رفع ممكن نشوف الهايلايتر عشان في ناس كتيره برضو لحد النهارده مش عارفه ايه. تمام. هو الهايلايتر في كده في باليتات. اوكي. ده الهايلايتر زي البودره المضيئه يا جماعه اللي بتدي اللي فيها لمعه كده. تمام. اوكي. انا حابه يعني انا اوريدي مخلصه اكتر الميك اب بس حابه ان انا اعمل قدام كل الايلاينر. ده كل الناس عايزه تعرف الايلاينر ده بيتعمل ازاي. الايلاينر ده بينفع مع اي 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 رسمه عين ولا في رسومات عين تقول لها لا؟ بصي في طبعا عيون صغيره جدا يعني بس لو نفسها تعمل ايلاينر ممكن تعمل الحركه دي بس اللي انا هعملها. اوكي. تقول لها افتحي عينك افتحي عينك او انت تبقي فاتحه عينك من عند الجزء ده. اوكي. غمضي بيبقى هو خط كده. اوكي. اوكي. وبترجعي بيه وتملي. لو واحدة عينيها صغيرة تعمل الخط البسيط ده ورفيع جدا وتحاول ان هي ما تجيش هنا زي ما انا عاملة برضو انا مش جاية هنا قوي. لا معلش يا سيم سوري دينا ما تجيش فين؟ ما تجيش هنا لان عينيها صغيرة مش أوكي. مستحملة بس تعمل الوينج ده. الوينج ده بس. اوكي. اوكي. وتيجي تملى عايزة بقى تخنيه ترفعيه افتحي عينك كده اللي انت عايزاه يعني عايزاه يتخن يرفع اللي انت عايزاه. ممكن تعملي الحركة دي مثلا عندنا كتير بيحبوها البوزة وفي ناس ما بتحبهاش. غمضي. طب دينا سؤال تاني، ايه الأخطاء أنت كخبيرة ميك اب بتشوفيها في الكونتورنج عايزة تدي تيبس للبنات ليها؟ اللي لما بيبقى بيلمع اوكي ما ينفعش اللمعة لازم خالص وما ينفعش يبقى على أورنج. بصي فوق ما ينفعش يبقى على أورنج خالص. في ناس بتحطه أوفر بيبقى كتير قوي لو نازلة في الصبح أو كده بيبان بيبقى شكله مش حلو. ما ينفعش نكتره لازم ندمجه ده أهم حاجة. البلندنج للكونتور يبقى صح. أوكي. ولازم تحطي عليه حاجة باودر عشان تقفلي الكريم اللي انت حطيتيه. ايه تاني الغلطات ان هم الناس فاكره ان هو خطين بس. هو مش خطين زي ما قلنا. لو وشك رفيع عايزه تعملي غدود تعملي كده وشك تخين تنزلي بالكونتور كده. هم مش خطين. قاعده ان انت بتغمقي اللي عايزاه يدارى لو عندك جبهه عندك هنا اللغد اللي عندنا كلنا تغمقي الجزء ده كله. هي دي قواعد الكونتور. هو مش حاجه صعبه بس انت لو فهمتيها هتعرفي قد ايه تخلي شكلك حلو. أوكي. لو عملتيها غلط هتبوظي الدنيا. ليه؟ لان انت مثلا عايزه ترفعي وشك تقومي عامله حركه ممكن تتخنه ممكن تعوجي مناخيرك. فيعني هي تريكات بسيطه بس قد ايه بتحلي. الحتت بقى دي ممكن برضو نحط فيها هايلايت الاثنين دول اللي احنا كنا مفتحينهم اصلا. احنا ممكن كده اعملي شعرك حلو كده بقى مش شعرك حلو كمان تاخد كلوز بس تفهم الناس يعني انا شايفاه من هنا وشايفه انا كنت حاطه لها اوريدي ميك اب العين. ده الموضه بتاعت السنه دي اللي هو الالوان اللي هي الايرث كولرز دي. الوان الارض اللي هي اللي على محمره شويه وبنيات. حاجات بسيطه قوي ممكن تعمليها مات ممكن تعمليها شيمري زي ما انت عايزه يعني انا يعني ممكن الصيف ده كل الايرث كولرز موضه السنه جدا جدا. والايلاينر مازال موجود. والايلاينر طبعا موضه. أوكي. وبعدين ممكن تحطي بقى على اللوك ده روج احمر وخلاص كده تنزلي يبقى تري شيك. انا عامله الحاجات كلها نود يعني حاجات بسيطه. طبعا الخطوه بتاعت الحاجه بقى اللي فيها الشيمر او اللمعه او الجليتر هو موضه جدا جدا جدا. كانش موضه بقى موضه. دي برده حريه شخصيه ليكي انت لازم برده تعرفي انت بتحبي ايه وتعملي ايه. افتحي عينك.
دينا بشكرك جدا جدا جدا، يا ريت نقرب الكاميرا بجد. اللوك انا شخصيا عاجبني جدا، اوكي بجد ميك اب يجنن. بجد حابه اشكرك، بسطت لنا جدا موضوع الكونتورينج، واكيد هي قاعده بسيطه يعني، بنات كتيره فهمته معانا النهارده. بجد بشكركم جدا، ميرسي. هنيجي دلوقتي لفقره الاسئله والاجوبه.